نفهم ذاته موضوع السيرة والكتب التي جاءت في باب السيرة، نأخذ خلفية عامة نفهم الموضوع شنو. طيب، الكتاب بتاعنا اللي اخترناه اسمه مختصر السيرة لابن هشام. مختصر السيرة لابن هشام، المؤلف بتاعه الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وكثير من الناس سمع للإمام وقرأ له في التوحيد وفي التفسير وفي رد الشبهات، ولكن الكثير ما سمع بمؤلف في السيرة للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. طيب، الكتاب عبارة عن اختصار لسيرة ابن هشام. طيب، سيرة ابن هشام دي شنو؟ ابن هشام هو عبد الملك ابن هشام المصري، وقيل الحميري، هو أصلا من اليمن. حمير ديل أهل اليمن ناس سبع، وانتقل إلى البصرة سكن فيها، ومن البصرة نزل في مصر فعاش فيها حياته إلى أن مات في سنة 218 هجرية. لاحظوا، مات في سنة كم؟ 218. طيب، إذن هو في القرون المفضلة، صح؟ لأن القرون المفضلة عندنا خير الناس قرني، دي المية الأولى، ثم الذين يلونهم، دي المية الثانية، ثم الذين يلونهم، دي المية الثالثة. كل العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة بنسميهم في القرون شنو؟ المفضلة. لقدامنا داير الناس يكون الكتاب معاهم ولا معاك نوت تسجل فيها بعض المعلومات، لأنه ممكن إن شاء الله يوم تجي معانا أسئلة كده وفيها جوائز ظريفة، فتلقى لك جائزة سمحة إن شاء الله. والجائزة في العلم ده جائزة، الجائزة في العلم جائزة بيجوز يعني، والتنافس في العلم بيجوز. العلماء قالوا بخلاف المنافسة في الحياة الثانية، ناس يتنافسوا في الكورة وحدين يتنافسوا في غيرها، لا، المنافسة في العلم من السنة. عشان كده يوم كده لو جات جائزة سمحة نقوم نجيبها ونسأل من الحاجات الفاتت. طيب، ابن هشام كتب كتابه السيرة النبوية، استخلص من كتاب مغازي ابن إسحاق، من إسحاق ده قباله، اختصر مغازي ابن إسحاق. طيب، ومغازي ابن إسحاق وسير ابن إسحاق كتاب كبير جدا، اشتمل على السيرة النبوية وعلى غيرها من سيرة أبينا آدم ومرورا بالأمم السابقة من الأنبياء لحد ما وصل عند سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ودخل في سير الصحابة. طيب، ابن هشام عمل شنو؟ أخذ من سيرته من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. عشان كده لو سمعت بكتاب سيرة ابن هشام تقول الكتاب ده جاء من وين؟ ماخذه من مغازي وسير ابن إسحاق. طيب، واختصر المغازي والسير، اكتفى بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الشغل الأول ما جابه. طيب يا أخواننا، في كتب تانية كثيرة جدا للسيرة، من أوسع الكتب في السيرة كتاب تأريخ الإسلام، كتب الإمام الذهبي، والذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلاميذ ابن القيم، والذهبي رجل موسوعة،
تتخيلوا يا اخواننا بدأ تأليف كتاب تاريخ الإسلام في سنة 700، انتهى منه في سنة كم؟ كده توقعوا بدأ سنة 700 بيكتب في تاريخ الإسلام، انتهى منه سنة 742، 42 سنة بيكتب في الكتاب ده. لكن انت لو شفته لو رصيته في الغرفة بتاعتك بيملى من أول الغرفة بجاي لآخرة مجلدات تاريخ الإسلام، كتاب موسوعي ضخم جدا. طيب اختصر من الكتاب بتاعه ده كتاب كلكم بتعرفوا اسمه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء ده اختصروا من تاريخ الإسلام. وسير أعلام النبلاء كلمة نبلاء دي مش معناها يعني الزول الكويس، يعني النبيل ده هو المتميز في أي حاجة، في الخير ولا في الشر. عشان كده جوا في كتاب سير أعلام النبلاء بتلقاه ترجم لناس سيئين جدا وزنادقة، وفي واحد ما مسلمين ذاته، زي ترجمة الحلاج ذاك الذهبي ترجم له ترجمة ولعنه في الترجمة بتاعته ونقل لعن العلماء له ذاته. يلا كلمة النبلاء معناها المتميزين، المتميز ده يكون في الخير ويكون في الشر. طيب الكتب كثيرة، كذلك البداية والنهاية لابن كثير، وكذلك تأريخ الأمم والملوك. ولكن يا أخواننا في نقطة مهمة أنا دا أنبهكم عليها فيما يتعلق بكتب السيرة عشان تبقى على فهم. الذين كتبوا في السيرة ثلاثة أقسام. القسم الأول من علماء السير من كتب كل الوقائع التاريخية التي وقف عليها، كتابه مثل الحاوي زي الحاوية أي حاجة جوا فيه. طيب ميزوا الكتاب ده جوا بالأسانيد، يعني الإسناد الصحيح معناه حديثه صحيح وخبره صحيح، والإسناد الباطل خبره باطل، لكن حوت كل شيء. دي زي كتاب البداية والنهاية سير أعلام النبلاء، كويس، تاريخ الإسلام، وكتاب ابن عساكر وكتاب الخطيب البغدادي وغيره من كتب السير، دي كتب حاوية. عشان كده في تاريخ الأمم والملوك في المقدمة كاتبه الطبري ابن جرير الطبري، عالم كبير مات سنة 310 في القرون المفضلة، ورجل إمام مجمع عليه. في المقدمة كتب إنه كتبنا دي حوت الصحيح والغير صحيح، قال ونقلناها بالإسناد عشان تعرف الصح من الغلط، وبعد ذاك تركنا الأمر لطلاب العلم، أنت بعد ذاك تجي تميز. طيب الهدف شنو يا أخواننا يعملوا كده؟ ما ممكن تكون في روايات ضعيفة تبقى مشكلة للمسلمين، ليه عملوا كده؟ العلماء قالوا القصد من ذلك حفظ كل ما نقل عشان يكون موجود، عشان تبقى الأمة فيها إنصاف، تنقل الذي لها والذي عليها، وبعد ذاك تجي انت شنو؟ تميز. ده الصنف الاول يا اخواننا عندنا من الكتاب. الصنف الثاني من الكتاب هم الزنادقة والمرجفون، ديل ناس كتبوا في السيرة كتابات سيئة ككتابات الروافض الشيعة، كتبوا مؤلفات بحار الأنوار للنعماني، الكافي للكليني، كويس، كتابات الطبرسي وغير من المؤلفات، دي مؤلفات سيئة. كتابات ابن المطهر الحلي
ده اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اسمه منهاج السنة النبوية. والكتاب ده مصنف أفضل كتاب في الرد بالحجج والبينات، صنف من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. طيب ديل كتبوا كتب كعبة سيئة جدا، ويعني لا يؤخذ بأقوالهم. وكذلك من الرواة القدامى في واحد اسمه الكلبي وواحد اسمه أبو مخنف لوط بن يحيى وواحد اسمه الواقدي، ديل كلهم رواياتهم تالفة غير مقبولة. طيب الصنف الثالث من الكتب تسمى بكتب المحققين، دي الناس بدوك النظيفة بس الخلاصة والحاجة اللي انت تستفيد منها طوالي. من أعظم الكتب في الباب ده كتاب زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم الجوزية. الكتاب ده مفترض تخطه جم راسك. ليه؟ لأنه في حياتك كلها بتحتاج له. والله كتاب نافع جدا، كتب في أي شيء يحتاج له الإنسان الليلة. حياتك اليومية، تعاملك مع العيال يكون كيف، أحكام المولود لا حد ما يكبر كتب عنا من الهدي النبوي، وراك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل كيف، العلاج الأمراض، وصف المرض ووصف الدواء. يا أخي أنا عديت لي زمن قبل تقريبا شهر كنت بعاني من صداع شديد، استمر معي قريب شهر كامل، يروح شوية ويجي راجع تاني، يروح ويجي راجع. مشيت فتحت كتاب ابن القيم تكلم فيه عن الطب، جزئية عن غير الطب النبوي، كتاب زاد المعاد ذاته يتكلم عن أسباب مرض الصداع، جاب 20 سبب، 20 سبب للصداع. وال20 سبب ديل أنا حسبت منين، 15 سبب ديل من البطن بس، أنت مصدع المشكلة من بطنك، 15 سبب. وأكثر الأسباب من الغازات التي تتراكم في المعدة فتتصاعد إلى الدماغ، بتصعد بسخونة إلى الدماغ تعمل الصداع. كويس؟ طوالي بدل أمشي أفكر في إنه أعالج الصداع الفراسي، مشيت بقيت في الموضوع اللي في بطني ده شنو، وما شاعر بألم كثير. سبحان الله، عملت فحوصات للبطن، العلاج اللي أخذته أول حبة بلعتها للبطن الصداع فكة. إذا المشكلة كلها هنا ما فوق. فكتاب نافع جدا ومهم، تخليه جنبك لما انت دار تنوم أقرأ لك صفحتين، ما بضرنا كله كله، بس أقرأ لك يوم صفحتين منه. اسمه زاد المعاد. وشوف من براعة السلف، ابن القيم كتب هذا الكتاب في السفر، مسافر وراكب على الراحلة. انت بعدين بعد ما تقرأه حتشوف يعني براعة الكتاب، ينقل فيه الأحاديث بالأسانيد، وتكلم فيه عن الرجال وعن صحة الحديث ومواضع الكتب اللي جابت الحديث، ويتكلم في الطب وينقل عن أطباء قبل المبعث النبوي. يقول لي قال باقلان وقال منو، أطباء قدام أنت ما سمعت بهم ذاته. والله يتكلم في الطب تقول طبيب. كويس؟ طيب ده كتاب زاد المعاد. أيضا من الكتب القيمة جدا كتاب اسمه العواصم، مما العواصم من القواصم، العواصم من القواصم، العاصمة يعني الرد والجواب، والقاصمة معناها الشبهة. الكتاب ده مؤلف أبو بكر ابن العربي، اسمه محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله،
الكتاب ده تخصص في موضوع ما جرى بين الصحابة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لحد شنو؟ لحد آخر عهد الحسن بن علي. بس يتكلم عن موضع الفتن اللي ناس يتكلموا فيها بالباطل، وجاب الروايات الصحيحة وظبط الموضوع تمام. ويا حبذا لو لقيت معاه كتاب يعني التعليق عليه لمحب الدين الخطيب المصري من المحققين المعاصرين، شغل جميل جدا. أيضا من الكتب المحققة كتاب ندى اللي هو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده كتاب منقح ومحقق، نقل فيه الروايات الصحيحة وما نقل فيه الأباطيل، تمام، وجميل في السيرة، مختصر. طيب أيضا في كتابات تاني لحافظ الحكمي في السيرة برضو قيمة جدا، وغيرها من المؤلفات.